بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم جميعا في حفلنا البهيج هذا الذي نحتفل فيه بميلاد منقذ البشرية مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد مصطفى وآله الطيبين الطاهرين. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام مولاتنا وسيدتنا البتول فاطمة الزهراء الطاهرة، وإلى أبيها المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين شفيعنا يوم الجزاء، وإلى مقام أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين، وإلى مقام سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام، وإلى ذرية المعصومين من العترة الطاهرة عليهم السلام أجمعين، وإلى مقام المراجع العظام العاملين أعلى الله مقامهم. ونبارك لشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة مولد بقية الله في أرضه حجته على عباده مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله فرجه الشريف، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وندعو الله العلي القدير أن يعيده علينا بحال أفضل من هذا الحال، إنه سميع مجيب. الإمام المهدي في سطور، اسمه محمد، أبوه الحسن العسكري عليه السلام، أمه نرجس، كنيته أبو القاسم، كنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألقابه المهدي القائم المنتظر صاحب الزمان الحجة الخاتم صاحب الدار. ولادته، ولد عليه السلام في ليلة النصف من شعبان سنة 255 هجرية في سر من رأى سامراء. صفته: ناصع اللون واضح الجبين، أبلج الحاجب، مسنون الخد، أفنى الأنف، أشم، أروع، كأنه غصون بان، وكأن صفحة غرته كوكب دري، بخده الأيمن خال، كأنه فاتة المسك على بياض الفضة، برأسه وفرة، سمحاء صبطة تطالع شمحة أذنه، له سمة ما رأت العيون أقصد منه، ولا أعرف حسناء وحياه. غيبته الأولى وتسمى الصغرى، مدتها 69 سنة، نصب فيها سفراء بينه وبين شيعته، فكان عليه السلام يتصل به وتخرج توقيعاته إليهم، وهم الأول أبو عمر عثمان بن سعيد بن عمرو العمري الأسدي، وكيل الإمام الهادي العسكري عليه السلام، الثاني ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد المتوفي سنة 304 هجرية، الثالث أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي روح بن أبي بحر النوبختي المتوفي سنة 326 هجرية، الرابع أبو الحسن بن علي محمد السمري المتوفي سنة 329 هجرية. غيبته الثانية وتسمى الكبرى، بدأت بعد موت علي بن محمد السمري سنة 329 هجرية،
وحتى يأذن الله له بالخروج. نقش خاتمه أنها حجبته وخاصته رؤيته، مكتوبا عليها البيعة بيعة الله. أنصاره 313 رجلا، عدد أهل بدر وهم خواص أصحابه وأصحاب الوية وعماله فيما بعد على الأمصار. محل ظهوره مكة المكرمة، محل بيعته بين الركن والمقام، جيشه 10,000، دولته تجتمع على العالم بأسره. وقد تواتر الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عليه السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا مدة ملكه. أكثر الروايات تحصر أن مدة ملكه عليه السلام أقل من 10 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بشرى فمولد صاحب الأمر، أهدي إليك طرائف البشر. بطلعة منه مباركة، حيا بوجهك طلعة البدر. وكساك أفخر خلعة مكثت زمنا، تنمقها يد الفخر. هي من طراز الوحي لا نزعت، عن عطف مجدك آخر العمر. وإليك ناعمة الهبوب سرت، قدسية النفحات والنشر. فحبتك عطرا ذاكيا، وسوى أرج النبوة ليس من عطري. الآن أضحى الدين مبتهجا، وفم الإمامة باسم الثغر. وتباشر أهل السماء بمن حفت به البشرى إلى الحشر. فرحت بمن لولاه ما حبيت، شرف التنزل ليلة القدر. ولما أتت فيه مسلمة للأمر، حتى مطلع الفجر. لله مولده ففيه غدا، الإسلام يخطر أيما خطر. وحباك أنظر نعمة، وفدت فيه برائق عيشك النضر. باكر به كأس السرور، فما أحلاه عيدا مر في الدهر. صقلت به الأيام غرتها، وجلت وجوه سعودها الغر. هو نعمة الله، ليس لها من في الوجود يقوم بالشكر. فلكم حشا من إنسه، حبرت في روضة مطلولة الزهر. صلوا على محمد وآل محمد.